رمية بالعدل، منظمة ومؤسسة مهرجان مراكش للفيلم القصير، في الدورة ديالو الثانية إن شاء الله. هو مهرجان لسينما الهواء الطلق. في هذا المهرجان كان عندنا ثلاثة ديال التشكيلات: التشكيلة المغربية، التشكيلة ديال الفيلم تاع البلد المستضاف، وتشكيلة ديال التشكيلة عالمية. في الدورة الثانية ارتأينا أن السينما الفلسطينية تكون هي ضيف الشرف، نظرا لأن في الدورة الأولى ديال المهرجان ديالنا الفيلم الحائز على جائزة كود كور ديال الفيستيفال كان فيلم فلسطيني، فقلنا بأنه مزيان حنايا نكونوا ك يعني بطاقة تعريف لهذا السينما اللي هي عالمية، لهذا السينما اللي هي فيها بزاف الناس معروفين بزاف، ولكن حنا المستهلك المغربي، وماشي المستهلك المغربي باردون، الجمهور المغربي ما عندوش استهلاك كبير لهذا السينما. فارتأينا انه الفستيفال المهرجان يكون واحد الباب اللي واحد النافذة ولا باب باش يعرف الجمهور على هذا السينما. اسمي البوشفار، ناقدة سينمائية عضوة بالجمعية المغربية لنقاد السينما. أنا اليوم كنت واجد مهرجان مراكش شورت فيلم فيستيفال بصفتي أنا غنقدم واحد التولك على يوث ان سينما، على شباب في السينما، يوم الاثنين مع 10:30 ديال الصباح. كندعوكم كاملين أنكم تجيو تسمعونا شنو كنهضروا على السينما والشباب، وكنتمنى من كاع الشباب ديال مراكش أنه يلتحق بهذا التولك باش كم صا يكونوا عندنا واحد ليشانج، نسمعوهم ونسمعوا الآراءهم ونسمعوا أفكارهم ونسمعوا بزاف ديال الحوايج اللي ممكن يفيدونا حنايا، ونعرفوا الشباب المغربي شنو باغي من السينما ديالنا. هي واحد السينما اللي دابا راها كتطمح للعالميه، وتبارك الله كنشوفوا ان الافلام المغربيه كتسافر في العالم، يعني ما بقاش افلام اللي حكر على البلاد ولا هذا، كنشوفوا بزاف ديال الافلام اللي كيتخرجوا كيتنتجوا في العام، وكاين منهم اللي تبارك الله كنقدروا نشوفوا واحد 3 4 5 اللي كيسافروا في العالم في مهرجانات العالميه. هذا ما يكون غير واحد الفخر لينا كمغاربه، وحنا خصنا نكونوا عارفين ان السينما ديالنا هي سينما مازال شابه اللي باقي خصها بزاف ديال الحوايج باش توصل لاكثر ديال الناس في العالم، ويتعرفوا منها على ثقافتنا كما حتى حنا كنشوفوا ثقافات اخرين وكيدخلوا لعنا، حتى حنا علاش ما نصدروش الثقافه ديالنا وناس اخرين يشوفوها. العناصر اللي كتكون اللجنه ديال التحكيم، لان كيكون كل لجنه تحكيم كتكون عندها واحد المعايير ديال الاختيار ديال احسن فيلم، يعني ما يمكنش ان نحكموا على كل لجنه كيفاش انها غتختار واحد الفيلم. ممكن ان الفيلم المغربي يكونوا كيتوفروا فيه بزاف ديال العناصر اللي نورمالمون مقبوله ومجيده كاع، ولكن كاين مثلا شي فيلم شي دوله اخرى اللي كيكون كيقيس المشاهد اكثر، ولا كتكون في الناحيه ديال التقنيه، ولا لان ما نكونوش ما عرفش كيفاش نقول، واش يعني متناقضين مع راسنا. راه مين كنكونوا في مهرجان دولي راه العالم كامل فيه، راه ما كاينينش غير حنا بوحدنا. الوغ حنا في المغرب الحمد لله عندنا مهرجان الوطني للفيلم اللي كيكونوا فيه غير لي برودكسيون الوطنية، الإنتاجات الوطنية. إذا هنا من هذا المنطلق ممكن نحكمه، أما باش مهرجان دولي ما كان نشوفش أن خاص ضرورة أن فيلم مغربي هو اللي يأخذها، لأن عندنا المهرجان في مراكش، المهرجان الدولي ديال مراكش. إذا أنا بوغ موا كيما بغى يكون كل ميور غاني، يعني الفوز للأفضل. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.